في الفيديو ده هعرفك ازاي المنشطات والهرمونات بترفع الضغط عندك وازاي تنظم ضغطك، وهنعرف ازاي نعالج احتباس الماء والصوديوم واللي بيسبب ارتفاع في ضغط الدم، وهنعرف ازاي جسمك في الاساس بينظم مستويات الضغط بشكل طبيعي، وايه هو هرمون الالدستيرون، وايه هو نظام الرينين انجيوتنسين، وايه هي مدرات البول زي الالداكتون، وازاي بتشتغل، وليه بناخد دواء التلمسارتين لما بنبدا سايكل هرمون. فتابع الفيديو ده للاخر، لانك لو بتستخدم المنشطات والهرمونات والسيرومز والبيبتايدز فالفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي هتحميك من القاتل الصامت المعروف بالضغط العالي. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ معاكم كابتن محمد مصطفى، مدرب واخصائي تغذية معتمد دولية. اهلا بيكم في فيديو جديد. هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي على هذه القناة بغرض الترفيه والتثقيف، والقناة لا تدعم ولا تنصح باستخدام اي مواد كانت شرعية او غير شرعية، فارجوك تواصل واستشير طبيبك الخاص. وايضا فالفيديو ده وجميع فيديوهاتي على القناة برعاية كتاب الاول اوفردوز عضلات، وهو المرجع الكامل في استخدام الهرمونات والسارمز والبيبتايدز وحوارق الدهون وجميع المنشطات، وايضا برعاية كتاب الاخر اوفردوز دماغ، وهو المرجع الكامل في شرح علم الاعصاب والنواقل العصبية ومنشطات الذهن المعروفة بالنتروبيكس بغرض زيادة القدرات الادراكية المعرفية. يريد تتواصل معايا على الموقع الرسمي اللي هتشوفه قدامك دلوقتي، وحاليا متاح الاصدار الثاني من كتاب اوفردوز عضلات، حيث تم تحديث جميع البروتوكولات المستخدمة. وياريت قبل ما نبدأ الفيديو تاخد من وقتك ثانية وتحط لايك وتكتب كومنت بحيث ندعم انتشار الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا كده عايزك تعرف ان في نظام في جسمك، نظام متكامل مسؤول عن انه ينظم ضغط الدم، والنظام ده اسمه نظام الراس، وده اختصارا الى رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. فنفهم من كده ان النظام ده مكون من حاجات كتير، اولهم انزيم الرينين، ثانيهم هرمون الانجيوتنسين، ثالثهم هرمون الالدوستيرون، وكل دول مجتمعين مع بعض بيكونوا نظام الراس. ومن نعمة ربنا علينا انه خلق في اجسامنا النظام ده، واللي بيتم تفعيله تلقائيا في حالتين اتنين. النظام ده بيتم تفعيله بشكل تلقائي في حالة انخفاض ضغط الدم او في حالة انخفاض كمية بلازما الدم في الاوردة والشرايين، زي كمثال انك تتجرح وتفقد كمية كبيرة من الدم. وبالتالي نفهم من كده ان النظام ده ليه وظيفتين اساسيين، اول وظيفة انه يرفع ضغط الدم، تاني وظيفة انه يرفع ويزود من حجم بلازما الدم. قبل ما نتكلم عن انزيم الرينين لازم الاول نتكلم عن الكلى، الكلاوي، وهي العضو المسؤول عن فلترة الدم داخل الجسم من السموم وطردها الى خارج الجسم في عملية التبول. الكلية بيكون فيها حاجات صغيرة كده بنسميها بالنفرونات، والنفرونات دي لها وظيفة معينة، وهي انها تفلتر بشكل يومي 120 مليليتر من الدم كل دقيقة. ولو متابعني بشكل جيد هتعرف ان انا اتكلمت قبل كده عن افضل تحاليل الكلى، واللي من ضمنهم تحليل الاي جي اف ار، وده اختصارا لاستيميتد جلوميولار فلتريشن ريت. وظيفة التحليل ده هو انه يقيس بدقة عالية معدل فلترة النفرونات اللي انا قلت عليها خلال دقيقة واحدة. وبالتالي فالتحليل ده بيورينا الكلى او النفرونات اللي موجودة داخل الكلى بتفلتر كم مليليتر من الدم خلال دقيقة واحدة، وبالتالي نقدر نقيس بيه ونستدل على كفاءة وصحة الكلى، وبنقدر نعرف منه اذا كان في اي مشكلة في الكلى ولا لا. فلو عملت التحليل ده ولقيت ان النتيجة بتاعتك هي فعلا 120 فانت كده امورك طيبة، انما لو لقيت ان النسبة منخفضة عن ال 120 كمثال 110 100 فانت لسه امورك يعني طيبة، ولكن محتاج تبدأ تأدرس وتعالج المشكلة دي. انما لو معدل فلترة النفرونات دي بعد ما عملت التحليل لقيته منخفض عن 90 80 60 فانت هنا عندك مشكلة كبيرة، انت كده داخل على acute kidney failure او فشل كلوي باختلاف الدرجات. طبعا داخل النفرونات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بيتواجد نوع من الخلايا بنسميها بالجوكستا جلوميلار سيلز. طيب ايه المهم في الخلايا دي؟ المهم في الخلايا دي هي انها الخلايا المسؤولة عن افراز انزيم الرينين، وانزيم الرينين ده بيتم افرازه في ثلاث حالات: اولا انه يحصل انخفاض في ضغط الدم، ثانيا انه يحصل انخفاض في مستوى الصوديوم في بلازما الدم، ثالثا انه يتم تحفيز الجهاز العصبي السمساوي واللي بيقدر بشكل مباشر يتخطى اي حدود وصلاحيات ويحفز الخلايا دي على افراز انزيم الرينين. طيب نيجي للسؤال المهم في الحلقه دي، ازاي المنشطات والهرمونات والسارمز بتؤثر على افراز انزيم الرينين وبالتالي بترفع لنا الضغط؟ تفسير الشخصي واجتهادي في الموضوع ده هو انه بيحصل بسبب ان الهرمونات الاندروجينيه او المنشطات بتساهم بشكل مباشر في افراز هرمون الادرينالين والنور ادرينالين.
ادرينالين، واللي ليهم اسمين تانيين الابنفرين والنور ابنفرين، وبالتالي بيحصل تفعيل اكبر بكتير للجهاز العصبي السمساوي، وبالتالي بيتم زياده افراز انزيم الرينين من النفرونات، وايضا بيتم زياده افراز هرمون الالدوستيرون اللي هنتكلم عنه كمان شويه. طيب حاليا تم افراز انزيم الرينين، والانزيم ده متاح عندنا في مجرى الدم. هنا يجي دور الكبد. الكبد بيقوم بافراز الشكل الاول من هرمون الانجيوتنسين، واللي في الحاله دي بيكون مخزن في الكبد على شكل انجيوتنسينوجين، وفورا لما انزيم الرينين يقابل هرمون الانجيوتنسينوجين بيتم تحويله الى هرمون الانجيوتنسين رقم واحد او الاول. ومن ثم الرئه بتقوم بافراز انزيم يسمى ايس، وده اختصارا لانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، ووظيفه الانزيم ده انه يروح يحول الانجيوتنسين الاول الى الانجيوتنسين الثاني. واحنا اساسا ما يهمناش الشكل الاول من الانجيوتنسين لانه ضعيف جدا، وانما يهمنا الشكل الثاني من الانجيوتنسين. هرمون الانجيوتنسين بيقدر يعمل تضييق في الشرايين والاورده، وبالتالي المقاومه بتزيد، وبالتالي ضغط الدم بيرتفع. مش بس كده، هرمون الانجيوتنسين كمان بيقدر من معدل اعاده امتصاص الصوديوم من الكلى، وبالتالي الضغط بيرتفع اكتر. وفوق الحاجتين دول الانجيوتنسين بيقدر يتواصل مع الغده النخاميه بشكل مباشر ويحسها على افراز هرمون بنسميه بالفازوبريزن، وده هرمون مضاد لادرار البول. فاحنا ضيقنا الاوعيه والشرايين وزودنا من معدل اعاده امتصاص الصوديوم وقللنا من عمليات ادرار البول والتبول، فبالتالي ضغط الدم هيضرب في السماء. هرمون الفازوبريزن ده هيمنع الجسم من اخراج البول والتبول، وهيحس الكلى على اعاده امتصاص الماء، وبالتالي الجسم هيحتفظ بالميه لفتره اطول، وبالتالي حجم بلازما الدم هيزيد وضغط الدم هيزيد. واخيرا هرمون الانجيوتنسين بيقدر يحفز الغده القزريه على افراز هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون هو هرمون اعاده امتصاص الصوديوم في الجسم، واحنا عارفين انه دائما وابدا الميه بتتبع الصوديوم، اينما ذهب الصوديوم الميه بتتبعه، وعلشان كده لما بتحط الملح على اي ماده عضويه كمثال، لما بتحط الملح على السمك بتلاقي ان السمك فقد الميه اللي فيه، وهو ده ميكانيزم عمل الفسيخ بالمناسبه. فالميه بتتبع الصوديوم، وبالتالي لما يتم اعاده امتصاص الصوديوم من الكلى وارجاعه الى مجرى الدم وبلازما الدم، هيتم ايضا اعاده توجيه الميه الى نفس المكان، وبالتالي حجم بلازما الدم هيرتفع، وبالتالي حجم المقاومه الواقعه على الاورده والشرايين هيزيد والضغط هيرتفع جدا. الحته دي لو ما فهمتهاش عيدها تاني. اذا لما بناخد دواء التلمسارتن او اي ماده من مشتقاته من نفس العائله الدوائيه، بنستعمل الادويه دي في سايكل الهرمون او المنشطات او حتى بشكل طبيعي للسيطره على الضغط، احنا هنا بنمنع حاجه واحده، احنا بنمنع هرمون الانجيوتنسين من انه يرتبط مع مستقبلاته، وبالتالي بنقلل من تواجد الالدوستيرون وبنقلل من تواجد الصوديوم، وكل ده بيساهم في تقليل وخفض ضغط الدم. ومش بس كده، احنا بالشكل ده بنكون بنحمي القلب والكلى كمان، لان ضغط الدم العالي ممكن يسبب انفجارات في شعيرات دمويه ونفرونات في الكلى بسبب زياده المقاومه، وبنحمي القلب برضو من انه محتاج يشتغل بضغط وبحركه وبشكل اكبر بكتير عشان يضخ دم الى باقي انحاء الجسم، وبنحمي الشرايين والاورده من التصلب. وطبعا في ادويه ثانيه غير عائله التلمسارتن للسيطره على الانجيوتنسين، كمثال عندنا دواء الليسبرو. الدواء ده بيختلف عن التلمسارتن في ميكانيزم العمل، ولكن في الاخر بيأدوا نفس الوظيفه. التلمسارتن بيرتبط مع مستقبلات الانجيوتنسين، انما الليسبرو بيمنع افراز انزيم الايس اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول من الرئه، وبالتالي بيمنع عمليه تصنيع هرمون الانجيوتنسين من الاساس، وبالتالي بينتج نفس الخصائص في خفض ضغط الدم. ولكن دواء الليسبرو ليه اعراض جانبيه سيئه زي الكحه الشديده اللي بتحصل من قمع افراز انزيم الايس. وفوق ده كله اوقات بيتم وضع مرضى الضغط على مدرات البول، زي مدر البول الاشهر المعروف بالالداكتون، والالداكتون بيقدر يمنع هرمون الالدوستيرون من انه يرتبط مع مستقبلاته، وبالتالي فالالداكتون بيمنع الجسم من انه يحتفظ بالصوديوم والميه، فبيحصل انخفاض في مستويات الصوديوم وبيحصل انخفاض في مستويات الماء لانهم بيحصل لهم اضرار في البول. تاني، لو حسيت ان الفيديو معقد يا ريت تشوفه مره تانيه وتالته لغايه ما تفهمه، لان الفيديو ده مهم جدا لحمايتك في سايكل المنشطات او الهرمونات او السارمز، بالعكس ده هو اهم فيديو ممكن تتفرج عليه في الموضوع ده، وما اتعملش زيه في الوطن العربي ومش هيتعمل زيه، وده لان مفيش حد عنده الرغبه انه اساسا يدرس المواضيع المعقده دي ويشغل دماغه بيها، فقط العبد لله هو اللي بيشغل دماغه بالحاجات دي ويحاول يبسطها لك على قدر المستطاع، وما يبقاش شرح نظري بس، لا ده يبقى في حاجات عمليه تقدر تستخدمها وتعملها وخطوات تمشي عليها علشان تحمي نفسك وانت بتستخدم المنشطات، وبالتالي فده اهم فيديو على القناه عندي، انك تحمي نفسك من ضغط الدم المرتفع او القاتل الصامت اللي بيموتك على مدار سنين طويله. ده اهم شيء ممكن تعمله في رحلتك في كمال الاجسام. عايزك تشوف الفيديو ده مره واثنين وثلاثه، لان انا تعبت جدا في تحضيره، من اكتر الفيديوهات اللي تعبتني في تحضيرها. الفيديو ده مهم جدا للسيطره على الضغط،
ومهم جدا للتلاعب بالميه والصوديوم، فبالتالي هيفيدك جدا في اسبوع البيك ويك او اخر اسبوع قبل البطوله واللي بنضطر فيه نتلاعب بالميه والاملاح والمعادن علشان نوصل لافضل شكل احنا عايزينه على المسرح. وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو منفصل عن البيك ويك بتاعي وطرق التحميل اللي انا بستخدمها وطرق سحب الميه، وكل ده طبعا هيكون مجاني زي كل المحتوى اللي بقدمه واللي يسوى فلوس كتير. وقصاد ده انا مش طالب منك اي حاجه، كل اللي طالبه منك انك تصلي على النبي وتحط لايك وتسيب كومنت علشان خوارزميه اليوتيوب تتعرف على الفيديو وترشحه لناس اكتر. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى الفيديو يكون سهل ويكون عجبكم. لو عندك اي سؤال يخص الفيديو سيبهولي في التعليقات وهرد عليك بشكل مباشر. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.